رمضان قرب، سويت شيء عشان تستعد له؟ ودك بس مو عارف كيف. بسيطة، قلب الإنسان مثل ذاكرة الجوال، لابد يجيها حد وتمتلي. عشان تضيف شيء جديد وهو ممتلي لابد تمسح أشياء ما تحتاجها، وعشان تخلي قلبك يستعد لاستقبال رمضان أنت محتاج تفضي مكان له. طيب مو عارف كيف تفضي هالمكان؟ بعد بسيطة، بس استغفر. مع كل استغفار تنطق فيه أنت قاعد تنظف قلب، والوقت يمر بسرعة ما ودك تستغله. عود لسانك، أنت محتاج قلبك ينظف، وهي مش صعبة. تخيل أنك كنت قاعد تسوي القهوة اللي تبي تروق عليها بالصباح، تقدر تستغفر أكثر من 400 مرة. تخيل يا أختي بعد كم مرة تقدرين تحركين لسانك بالاستغفار وانت تقلبين الملابس بالسوق. لو قلنا أنك بتتسوقين نص ساعة بس، تستغفرين فوق 2500 مرة. الاستغفار ما ياخذ جهد، وإذا عودت لسانك عليه يصير معدل استغفارك باليوم أكثر من 40,000 مرة. 40,000، تخيلت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رمضان قرب، عود لسانك.